زي ما دايما بتكلم مع حضراتكم من خلال حائط صد الفتره اللي فاتت ما كناش بنتكلم كتير فيما يخص حائط صد ليه لان الامور كانت جيده او متوسطه ولكن ما يحدث في التحكيم في مصر يجب ان يكون هناك وقفه ويجب الاعتراف ان التحكيم في مصر في مشكله وازمه كبيره جدا جدا هذه المشكله وهذه الازمه مش من النهارده. هوري لحضراتكم بعد شويه من امتى النادي الاهلي كان منزل بيان من قد ايه؟ من سنتين اعتقد او من ثلاث سنين. فيما يخص التحكيم تحديدا. والسنه دي في اول الموسم نفس الكلام. الاهلي اتكلم عن موضوع الحكام. وقلنا انه في ازمه في التحكيم لان الفريق بيتعرض لقرارات غريبه جدا. والنادي الاهلي أرسل بيان ووضح الأزمة في هذا التوقيت لم يلتفت أحد لحل هذه الأزمة ولكن كلنا كنا مقتنعين إن إحنا عندنا مشكلة ومشكلة كبيرة جدا جدا في هذا الأمر. وكلنا معترفين إن في أزمة في التحكيم ده أمر لا خلاف عليه. ولكن امبارح في برنامج لابراهيم فايق جايب كابتن عصام عبد الفتاح وكابتن جمال الغندور كل واحد من حقه ان هو يدافع عن الفترة اللي كان شغال فيها محدش بيشوف ان هو كان شغال بشكل سيء محدش بيشوف ان هو كان لا يصلح للشغلانة اللي هو بيشتغلها بعد ما بيمشي كل الناس بتبقى شايفة ان هي أدت ما عليها وأدت ما عليها بشكل جيد فابراهيم فايق استاذ كابتن ابراهيم فايق جايب كابتن عصام عبد الفتاح وهو اسم كبير جدا في عالم التحكيم في مصر. كابتن جمال الغندور وهو اسم كبير جدا في عالم التحكيم في مصر. وجايبهم الاثنين بيتكلموا عن التحكيم المصري. كابتن عصام عبد الفتاح وجهه نظري لما الواحد بيكون زي ما قلت لك كده في بدايه كلامي انه الواحد لما بيبقى مسؤول وبيطلع من المكان اللي هو فيه بيبقى حاسس إنه هو عمل كل حاجه كويسه، في ناس بتبقى فعلا عامله حاجه كويسه وبتخرج لانه سنه الحياه. ولكن ان يكون مصر كلها ضدك بانديتها كلها ضدك وبتتكلم انا بشوف ان الكابتن عصام عبد الفتاح مش هو الايديال او مش هو الشخص اللي ممكن يطلع يتكلم في هذه الامور احنا بنعاني من التحكيم في مصر بسبب رواصب من ايام الكابتن عصام عبد الفتاح كابتن عصام عبد عبد الفتاح اختلق مفاهيم جديده في قانون التحكيم لو حضراتكم تتذكروا ما زلنا بنحكي ونتحكى عليها لغايه دلوقتي روح البروتوكول لو فاكرينها حاجه كده الاحتواء مفاهيم لا حضرتك سمعت عنها ولا هتسمع عنها الا من خلال كابتن عصام عبد الفتاح كابتن عصام كان بيدافع عن الاخطاء في ذلك الوقت وهو اللي خلى كابتن محمد عادل يطلع مع كابتن شوبير يقول له أنا احت... الاحتواء كابتن عصام عبد الفتاح كان ماسك رئيسا للجنة الحكام وكان هناك أخطاء كبيرة جدا وكثيرة جدا 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 خلال هذه الفترة وعشان نعرف بس المسؤول لابد من عشان يبقى في تصحيح أو بداية التصحيح أنه هو يعترف بالأزمة والأخطاء هل من الممكن أنا بس هطلع برا الموضوع شوية هل من الممكن أن يكون هناك تلميع لشخصيات معينة خلال هذه الفترة عشان بريرة هيمشي فنجيب حد تاني مصري ولو جبنا مصري هنرجع نجيب تاني نفس الاسماء ونفس الوجوه اللي انا بشوفهم رموز كبيرة جدا في عالم التحكيم وكانوا بيحكموا لي انا بشكل شخصي في الملعب ودايما بشوف ان هم امناء جدا وكل حاجة ولكن انا هنا بتكلم عن اداء لرئيس لجنة حكام فهل ده ممكن يكون تلميع لحد عشان يرجع يمسك تاني لن يسمح احد بهذا الامر كابتن عصام ساب كل حاجه كل حاجه مش بجد يعني مش هزار وللاسف طبعا يعني ابراهيم مذيع هايل وكويس وكل حاجه ولكن ما بيبقاش مش حافظ قوي اللي بيحصل فاللي بقوله انه ساب كل حاجه وبيتكلم عن ان كلاتنبرج عشان يخبط في كلاتنبرج مش عشان حاجه عشان يخبط في كلاتنبرج قال لك ان كلاتنبرج في مباراة من 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 المباريات اللي كانت بتتلعب في ذلك الوقت وهي مباراة الأهلي وفرقه اللي بالمناسبة كانت يوم ده بناء على كلام كلاتنبرج ان هي كانت يوم 3/6 وهو وصل مصر يوم 6/6 او حاجة كده او بعد بعد هذه المباراة بيومين ثلاثة يعني اهو ده رد كلاتنبرج مباراة الأهلي وفرقه كانت قبل قدومي وعبد الفتاح يستخدم اسمي للدعايه ده مارك كلاتنبرج مش اسلام فكابتن عصام كان بيتكلم على مباراه فاركو الاهلي وفاركو الـ الـ القصه بسرعه جدا افكركم بيها ان الاهلي احرز هدف في مرمى آه انا اسف البنك الاهلي مش مش فاركو ولكن فوجئنا بحكم الفيديو بيطلب الحكم اللي هو كان امين عمر وقال له ان في خطا لانه رامي ربيعه لعب الضربه الحره قبل ما الكوره تتثبت والحكم خد بكلامه وده مش صح خالص لانه هذه الحاله ليس فيها تدخل من الفار والكل اعترف بهذا الكلام وكره تانيه او لعبه تانيه اللي كان بيتكلم عليها في الاساس وهي لعبه حسبت اوف سايد في احد في احدى المباريات الاخرى دي اللي المباراه اللي انا بتكلم عنها مباراه فاركو الاولانيه دي البنك الاهلي ولكن دي مباراه فاركو على فكره انا ممكن اجيب لحضراتكم من الامور دي كتير جدا الحاجات دي انا ممكن اجيب لكم اخطاء كتيره جدا اهي هي دي اللعبه اللي كان بيتكلم عليها كابتن عصام عبد الفتاح امبارح دي تحديدا وقال كابتن عصام عبد الفتاح قال ان تقنيه الفيديو وقال ان في روح قانون وروح بروتوكول اللعبه دي تحديدا يا جماعه انا فاكر ان هي اتعملت وتقاس المسافه ما بين المدافع وحارس المرمى او خط المرمى والمهاجم اللي هو كان بيرسي تاو وخط المرمى طلعت المسافه ما بين خط المرمى ومدافع نادي فاركو اهي زي ما حضرتك شايف اقل من المسافه ما بين بيرسي تاو وحارس المرمى وبالتالي تصبح هدف صحيح 100% فالكابتن عصام عبد الفتاح ساب كل الاخطاء اللي عنده في ايامه وفي كل ده وبيتكلم عن حاجه واحده عن الكره دي لمجرد ان هو بيدافع عن كابتن محمود عاشور اللي كلنا بنحترمه طبعا ما فيش اي مشاكل بالنسبه لي معاه ولكن انا هنا بتكلم تصريحات غريبه جدا قال لك لاتنبرج رئيس لجنه الحكام السابق حاول ان يغير من خطوط التسلل عشان يثبت صحه هدف الاهلي ايه يا كابتن عصام معلش هو ده كلام يتقال بدون اسانيد او دليل يعني لو عندك دليل او عندك سند بهذا الامر من فضلك طلعه من فضلك طلعه يا كابتن عصام اللي انت بتقوله ده كلام خطير جدا جدا ولن يسكت عليه احد وبالمناسبه لو حتى كان بيعمل كده عشان خاطر النادي الاهلي النادي الاهلي لن يسكت على هذا الامر من فضلك يا كابتن عصام لو عندك دليل او سند طلعه إبعتهولي دلوقتي يا كابتن عصام على التليفون وانا هطلعه على الشاشه لكن لو ما عندكش سند او دليل اه ما اعرفش ايه اللي الواحد ممكن يعمله لو حضرتك يا كابتن عصام ودي رسالتي للكابتن عصام عبد الفتاح اللي كان ليا معاه مكالمه طويله جدا من خمس من ثلاث اربع شهور مش هتكلم في فحوى هذه المكالمه دلوقتي ولكن بعدين يا كابتن عصام لك الحق في ان انت تبعتلي لي اسانيدك والدلائل الواضحه اللي بتقول هذا الكلام ما تقولش ما تقوليش بس اصل فلان قال وفلان عاد لا انا عايز سند ودليل بتتهم بيه النادي الاهلي انه بيجامل من رئيس لجنه الحكام في ذلك الوقت عيب يا كابتن عصام اللي انت بتعمله ده عيب الكلام اللي انت بتقوله ده يا كابتن عصام واقسم بالله لو عندك دليل او سند هطلعه على شاشة قناه على شاشه قناه النادي الاهلي لانه النادي الاهلي عمره ما بيطلب من حد كده النادي الاهلي هو اكبر نادي واكتر نادي عنده مبادئ واخلاق لما بيعرف ان هو غلطان في حاجة اكتر حاجة او اكتر حد بيعاقب نفسه او اكتر نادي بيعاقب نفسه وكلام الواحد ده يقوله هو جوه القناة او في قناة الاهلي او بره قناة الاهلي لاننا كلنا نعلم ان النادي الاهلي هو صاحب المبادئ والاخلاق عيب يا كابتن عصام اللي انت بتقوله لمجرد ان انت عايز تتلمع مرة تانية أو معرفش ليه، أنا مش عايز بس أقول كلام قاسي ولكن يا كابتن عصام أنا بدعوك على الهواء مباشرة إن أنت يكون عندك سند أو دليل وكان من المفترض إن أنت تتسأل هذا السؤال. من فضلك يا كابتن عصام لو عندك سند ودليل زي ما حضرتك بعت لي حاجات قبل كده ابعت لي هذا السند والدليل وأنا بوعد حضرتك عشان حضرتك تعرف يعني إيه النادي الأهلي لو في سند أو دليل أنا اللي هطلعه على الهوا مش حد تاني. وكلاتنبرج نفى الواقع وقال إن هو ما كانش موجود أساسا. ما ينفعش كلام مرسل يا كابتن عصام. عيب. عيب يا كابتن عصام. بس بالمناسبة هو ده كابتن عصام عبد الفتاح اللي اتعودنا منه على خلق جدل. وتصريحات غريبة وبدون دليل هو عايز يربط نفسه بأي تصريح في كلمة الأهلي وخلاص وعايز يضرب في كلاتنبرج بأي طريقة يعني حضرتك يا كابتن عصام أنا سمعت اللقاء كله عشان أعرف أتكلم كابتن عصام لما اتسأل أنت عايز ترجع رئيس قال لك لا أنا طبعا مستحيل أرجع رئيس لجنة الحكام وإحنا مش عايزين حضرتك رئيس لجنة الحكام وطالما حضرتك بتقول ان انت مش عايز ترجع رئيس لجنه الحكام لكل شويه مداخله واستضافه اسم كبير في عالم التحكيم طبعا وكل حاجه ولكن ايه اللي دخل النادي الاهلي؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا كابتن عصام؟ مره تانية وثالثه ورابعه وطوال هذه الحلقه اتمنى ان يكون عندك سند ودليل وكلام على الرغم من كلامك المرسل ولو سمحت يا كابتن عصام ابعته لي على التليفون وانا هطلعه على شاشه قناه الاهلي واتحدى لو كابتن عصام بعت حاجه من هذا الامر، عارفين ليه؟ مش هقدر اقول ليه على الهواء. لان انا بحمل اسم شاشه قناه النادي الاهلي هذا النادي الكبير هذا النادي صاحب المبادئ، هذا النادي صاحب الاخلاق. النادي الاهلي بيعودنا على الاخلاق قبل ما بيعمل اي حاجه تانية كابتن عصام طالع في القنوات التلفزيونيه وهتك يهجوم على الحكام ولجنه الحكام حقه بيني وبينكم لانه عندنا لجنه حكام ضايعه انا اسف عندنا لجنه حكام فاشله انا اسف بس عايز اقول لكم حاجه على الرغم من فشل لجنه الحكام الحالي وعلى الرغم من ضيعان لجنه الحكام الحالي ولكنهم افضل من لجنه عصام عبد كابتن عصام عبد الفتاح اللي بنعاني منه حاليا سبب رئيسي في ما حدث في السنه ولا السنتين اللي كان ماسك فيهم كابتن عصام عبد الفتاح واجيبهم بالدليل واتمنى كابتن عصام يكون موجود معايا في اي مكان ولو حتى انا عارف ان كلامي كله بيوصله لان انا علاقتي بيه محترمه جدا وعلاقته بيا محترمه جدا ولكن انا هنا بتكلم في شغل وعندي اخطاء كثيره جدا جدا اقدر اتكلم فيها مع كابتن عصام عبد الفتاح زي الخطأين اللي انا اتكلمت فيهم دول ايه حاجة كده ايه في السريع ده حتى كابتن عصام لما كان رئيسا او عضوا في لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي كنا النادي الاهلي كان بيتظلم بيتظلم ظلم باين من الحكام الافارقه. وكابتن عصام كان قاعد عامل حط ايده على خده كده ولا بنسمع صوته ولا بنشوفه بيدافع مش عشان النادي الاهلي هو بيدافع عن اي نادي مصري مفروض والغريب ان الكابتن عصام عبد الفتاح وجهه نظري يعني من الناس المحترمه جدا جدا جدا, جداً كشخص ولكن انا بافاجئ بانه في ناس لما بتبقى على الشاشه بتتحول والله العظيم في ناس يعني أنا والكابتن عصام علاقتنا ممتازة ومحترمة وكل حاجة ولكن واتكلمنا في حاجات كتيرة جدا ولكن اللي أنت بتقوله ده يا كابتن عصام لن يمر مرور الكرام لو حضرتك ما بعتليش سند ودليل على الكلام اللي حضرتك بتقوله ده وأنا ساعتها هبقى مطالب بالسند وبالدليل ان انا احطه على شاشه قناه النادي الاهلي ومن غير ما اقول لحد انا بقول لحضرتك هو على الهواء مباشره انا مسؤول ان انا احط سندك او دليلك في الكلام اللي انت قلته على شاشه قناه النادي الاهلي وعلى الهواء كل الخبراء في ذلك الوقت اللعبه اللي هو بيتكلم عنها قالوا ان هي هدف صحيح. بعيدا عن كل ده حضرتك بتتهم رئيس لجنه الحكام في ذلك الوقت اللي هو ما كانش اللي هو رد وقال ان هو ما كانش موجود ولكن كلامك انت بتقول ان انت ان هو بيجامل النادي الاهلي عشان خاطر حد قال له او حد عمل له هو عمل كده هو قال كده